القوة العسكرية الأمريكية تخفق في مواجهة اليمن في المسرح البحري. عسكر واشنطن يعترفون ويوصون بالدبلوماسية كخيار بديل. تنقل صحيفة واشنطن تايمز عن قائد القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط الأدميرال جورج ويكوف تأكيده أن من الصعب للغاية العثور على مركز ثقل مركزي واستخدامه كنقطة ردع محتملة. ترغب واشنطن في مشاركة دول أخرى في مهمة حماية الملاحة الإسرائيلية. يقول الأدميرال جورج ويكوف: الأمر يتطلب حلاً عالمياً، وما نقوم به هو محاولة الحفاظ على بعض مساحة القرار لقيادتنا. وفي الإجابة عن السؤال لماذا، يوضح لصحيفة بلوتيكو أن الحوثيين مسلحون جيداً وأن عمليات الانتشار الممتدة للبحرية ستؤثر على القرارات المماثلة المستقبلية في جميع أنحاء العالم على مدى عامين أو ثلاثة أعوام. موقع بريكينج ديفنس العسكري الأمريكي نقل عن ويكوف تصريحات متفرقة أقرت أن ما جعل المهمة الأمريكية في البحر الأحمر أكثر خطورة هو أن ترسانة الحوثيين أصبحت أكثر قوة مما كانت عليه قبل عقد من الزمان. ويتابع ويكوف: لقد تطوروا إلى ما هو أبعد بكثير من الطرق التي اعتدنا على أن ننظر بها إليهم. مجلة ناشونال انترست بدورها سلطت الضوء على النجاح اليمني في استهداف السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن بالصواريخ والمسيرات، وأكدت أن سفينة USS كرافلي كانت هدفاً لأسلحة اليمن نهاية العام الماضي، وأوضحت أن أحد الصواريخ كان على بعد ميل واحد وثوان من الاصطدام بكرافلي. ناشونال انترست أشارت إلى أن أنظمة الدفاع الليزرية ليست قابلة للاستخدام سوى لمدة أقل من 5 أميال، وعبرت عن مخاوف البحرية الأمريكية من التكلفة العالية لاستخدام الصواريخ الاعتراضية لمواجهة طائرات قليلة التكلفة. في هذه النقطة تتقاطع ناشونال انترست مع صحيفة بلوتيكو. تنقل الأخيرة عن جونثان لورد المسؤول السابق في البنتاغون تأكيده أن هناك تكلفة باهظة تفرض على الولايات المتحدة. لورد يلفت إلى أن أخطر من ذلك هو أن العمليات تفرض تكلفة استراتيجية حقيقية لجاهزية الولايات المتحدة، ناهيك عن التكلفة البديلة لقدراتنا على فرض القوة في العالم. وبشأن التداعيات المستقبلية الناتجة عن هذه المواجهة، تورد الصحيفة عن رئيس اللجنة الفرعية للقوات المسلحة في الكونغرس مايك ويلز قوله: نحن نطلق الصواريخ التي نحتاجها للدفاع ضد سيناريو تايوان. وتخلص صحيفة بلوتيكو الأمريكية إلى أن طول المدة والنهاية غير المؤكدة لمهمة البحر الأحمر وحرق مئات الصواريخ المكلفة لملايين الدولارات في مهمة لا نهاية لها في الأفق تحبط الكونغرس. تعكس هذه السردية الهزيمة الأمريكية بوجوه عديدة، وهي تتنقل بين الافتقار لنقطة ردع محتملة لليمن وتطور ترساناته من الأسلحة واستنزاف ذخائر البنتاغون المعدة لمواجهة محتملة مع الصين، ومحدودية قابلية استخدام أنظمة الدفاع الليزرية لمواجهة أسراب المسيرات والصواريخ المصوبة على الأصول الأمريكية المتطورة المستقطبة في المواجهة كحاملات الطائرات المتعددة والمدمرات والطرادات والأجنحة الجوية.